مساكم الله بالخير. صلوا على النبي. اليوم ماسك تمي على كذا، لو بيجي فيه ثقل، اثقل حتى على نفسي. قهوة جسمي على نفسي كذا سولف على يا بندر انت ليش ما تسوي زي كذا شغل عليك؟ وش دخلك؟ وشك دخل؟ لا ما بسوي كذا يضرك احسن، انا ابغى يضرني ما لك دخل. بس انها ما تطول معي ساعة ساعتين تنطلق. انتم شلونكم طيبين؟ شمورك؟ والله اليوم انا واصلني الشوق، موصلني حدي خلاص بغير الطائف. فالمطار منتظر الرحلة، سحبت على خوياي دور أهلي اللي هالحين أسبوع من هنا لهنا، من كذا لكذا ضغط ما لي حيلة. هم ثقلت ترى فيها فرق بين الثقل وبين الكبر. الثقل حليو يعني ما له ها في مواضع، لكن الكبر لا خيبة. أنا نفسي أمسك هذا اللي يتكبر وأفتح راسه وأشوف إيش فيه. بعد ما كنت تلقى في راس التراب سافي مال الراس وراح يزم نفسه. ما يزم نفسه. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنت اللي أتكبرت على الناس، الناس ما عاد شافتك شيء. عندك فلوس، عندك منصب، ما حد يبقى هذي لك. الناس تمسكها بالتعامل الزين، بابتساماتك، بتواضعك، يحطونك على رؤوسه. لكن تزم نفسك علشان فليساتك ولا عشان يحطونك تحت رجوله. لذلك أنت خلك محترم على الناس ولا تكبر، لأن الكبر لله سبحانه وتعالى. ولا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. انتبه لنفسك. وأوصيكم وأوصي نفسي بالعلم الطيب. ما دام أنك تقدر الجمال تجمل، الرخام ما في خير، تجمل اطرخ. واللي يحتاجك لا تقصر، أما فزعة أما أمره عندك كانك مسؤول عنه ولا شيء، قدم العلم الزين. تراها الدنيا هذه تقول كذا تبرم 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 من جابتك، ثم لاقنا اليد حطيته مقدمين عند خشمك. على قولتهم اللي يقولون يا بسط فراش نجلس عليه، ما فرد خير والله، ما في خير والله، لا معيد ولا مع قريب. الطيب ما تحس فعلا الرد ولا شيء تسبك. يا ترديتك في واحد انقهرت انت، تمنيت انك ما ترديت فيه، ولو ترجع ما ترجع، خلك مثل الحصان اصفر سيدي مال الشام، اضعفه ما فيه خير، القوه خير من الضعف. الربع عندنا ابو عمر وبدر، نبى ابو عمر يجيب من القصيد اللي يعرفه بيت ويفسر ببدر، وبدر كذلك يجيب من القصيد اللي احنا نعرفه ويفسره ابو عمر ونشوف. فك اخاف تتورط، اخاف تتورط يا ابو عمر، والله لا خلي قرونه تطلع من المعاني. انت رجال تحلل المعاني صح، ما عليك والله يا شاعر المحاوره انك تعرف بيته من يوم يقولها. اقول لك من غمزه عين اعرفها. ايه هم واقفين لك على الميكروفون يغمزون كذا وكذا. مخلد راحت فلاشرات ما راحت عيون. يا مخلد بيتك ابو عبد الله مفتول تدر عام فج دنه تزهز صفاف اللي عليها تلوه. وش مفجوجة الدرع؟ مفتولة الدرع. دين سيارة دين مليون. ايه صادق جامبو جامبو ولا زيزو؟ هذا عربي. ايه عربي. بسم الله الرحمن الرحيم. دنة؟ ايه. بعدين وش؟ تزهل بشت. ايه. تزهل صفاف. اللي عليها تلوح. تلوح كذا. يعني مع السلامة. صفر مكعب. ليه؟ صفر مكعب. وشان هي؟ وشان هو يتكلم عن ايش؟ وشان؟ مفتولة من هي؟ التمر المفتول القصيمي اللي يجيك كذا حبات كبيرة جلاكسي يجيك مفتول. يا بتقول ابغى تمر مفتول مفتولة كذا. طيب مفتول العضلات الدرعان. إيه؟ الدرعان الدرعان. ايه فجن دنة تزهى الصفاف اللي عليها تروح. دنة تزهى الصفاف اللي عليها تروح. الصفاف هذا اللي العجاج اللي على الطريق تزهى زي ازهاك زي تزهى البشت. عطنا بيتك ابو عمر، يمكن ابو عبد الله يعادلك في النتيجه ولا يتعدى. فوز على من هنا الطرد جلنا نطغم. الله اسمع يا عبد الله يا كيرنكاوي، مركب في البحر هاوي، شلوش شلش علي شلش علي وخلاني، والجمس دا ابو تررلو شكمانه كانه جيتاره. خلاص اي نعتذر منك، واللجنه ما تجيزك، القصيده ركيكه وغير مفهومه.
على اساس فجن دنا هذا فصيح مره والله ما اعرف معلق الامر القيس بعدين يا ابو عمر هذه كم بيت هذه وادي والله انا ماني فاهم طيب وليش تقولها لي يعني على اساس انك انت فاهم حقتها اي فاهمه فجن دنا ويش فجن دنا الرحول الركبيه وين الرحول في فجن فين فجن الفجه يدينها يعني فجه يعني كذا مفتوله الذرعان فجن ونحرها واسع دنا يعني طا انت معك الاكزيز ايش هذا المواصلات ضاغطين زر الهدر ليك هاي ابو عبد الله محيله من يوم كانت حقه واليوم مطر عنابها مشلول محيله من يوم كانت حقه واليوم مطر عنابها مشلول محيله من الحيله نحتال احنا نحتال ابو احنا حياله السوق محيله من الحيله نشتري بالغالي ونبيعه برخيص عسل 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 الكيلو بخمسين عسل عسل بسيطة يا ابو عمر محيلة وحقه حق كم حقك انت محيلة من يوم كانت حقه واليوم ما طلع نابها مشلوح بسيطة ايه مش حقه عمر من عمار الجمل بس بالضبط هو ده الان الطرق ايوه ومشلوح يوم نشلحها تشلح ابراهيمان تعرفها سروق انت رجال سروق مطوع سروق جم 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 شلحها كل غلبت مرتين يا ابو انا انصدمت صراحه احس كانه اختبار يلا يلا هات عيني كذا سافر يلا عطنا انت يلا امسك هات صفق